شيف حنا طويل صار جاهز وأنيتا صارت معه تتعرفنا على طبق اليوم. أنيتا ما كان يقبل يخبرنا شو الطبق لليوم، انت بدك تقولي لي هلا اكيد رح تعرفوا شو محضرنا الشيف حنا، لانه اكيد كل يوم بهالوقت كتار بينطروا ليعرفوا او ليأخذوا فكره شو يطبخوا او يحضروا لعيالهم، والشيف حنا مثل العاده صار حاضر بفقره كيتشن. ساندرا اكيد ريحه السمك وصلت لعندك يعني، فما كثير رح تتحذري شو طابخ اليوم الشيف. هلا الشيف محضر لنا سمكه حره. اليوم عاملين سمك بسمك، اليوم رح اعمل سمكه حره طرابلسيه، يعني بس اقول سمكه حره طرابلسيه هي سمكه حره مع خضره وطحينه. فرح نعمل سمكه حره طرابلسيه، وانا محضر هون فريش كراب، بدي اعمل اكزوتيك فريش كراب مع مانجا اناناس وافوكا وفريز، هي سلاد يعني مشاهدينا انا هيدي السلاد ضيقتها من ايدين الشيف حنا، يعني ما بتتفوت صراحه عن جد. وهلا رح نرجع نعملها هي والسمكه حره. فهلا انا هون قطعت حامض بس لبلش حضر السمكه لفوتها على الفرن. أوكي. نحن لنعمل سمكه حره طرابلسيه مثل ما قلت لك، الباز تبعها هو طحينه، رح اعمل اخلط الطحينه مع جريب فروت وعصير أوكي. ليمون وعصير حامض. ارجع قال لي عندي بصل، فليفله حمراء خضراء، فينا حط صفراء، انا بالروسيت حط اصفر بس ما لقيت، قام حطيت كميه احمر زياده، فلازم احط ثلاث الوان، فينا احط لونين ما في مشكله. اذا عندي احمر واصفر واخضر 70 جرام او 65 ب 65 نوع ما لقيته بزيده يا اخضر أوكي. يا احمر، لضل حط نفس كميه الفليفله. عندي حر اخضر، عندي بندوره، كزبره، كزبره يابسه وثوم. كل هاي الخضره بدنا نخلطها ونطبخها مع طحينه. هلا اكيد لانه عم اقول لك انه سمكه حره طرابلسيه، عندي سمكه حره طرابلسيه وعندي سمكه حره بيروتيه اللي هي مبلا طحينه كمان مع خضره بتجي شوي حره. كنت جاي اسالك يعني شو بتفرق، شو بيميز السمكه الحره الطرابلسيه عن غير انواع؟ السمكه الحره الطرابلسيه هي الباز تبعها طحينه. اوكي. هلا مع عصير حامض مع عصير ليمون، كل واحد بيعملها بروسيت، كل واحد بيعملها بطريقه، بس الباز وحده يلي هي خضره او فليفله وبصل وثوم مع طحينه. بيروتيه هي ما فيها طحينه، اكيد نحن رح نعمل سمكه حره بس روسيت معدله مثل ما انا بحب، او مبلئيه هيك معتدله روسيت بين الاسيد اللي فيها بين الطحينه بين الفليفله. هذا باز برجع بقول لك، في كثير ناس كل واحد بيعمل روسيت هو كيف بيشوفها او كيف بيقتنع انه هيدي الصح، لان في ناس بيعتبروا الروسيت اللي بيعملوها هي الاطيب. مظبوط. هيدي قناعه. اليوم انا رح اعمل روسيت مش رح اقول هي الاطيب بس هي من الاطيب كهيك بطريقه صحيحه ما في شك. اكيد ورجع نحضر الكراب، هي ماشي عاملينها مع حامض وزيت زيتون والفويكه الموجودين فيها، رح نسكبها بطريقه مهضومه. وانا هون عندي لوز قليته قبل، انا مقليهم شوي بالمقليه مع شويه زيت لاخذوا هذا اللون لحطه يشعر على الوجه. هلا اول شغله رح بلش بالسمكه، رح احط السمك بالفرن. هلا في يكون انا مسحبه جايبهم فيليت مسحبين، فيها تكون السمكه كامله، فيها تكون لقوز، فيها تكون هاي لنوع سمك يعني تقريبا فينا نجيب حسب القدره الشرائيه، فينا أوكي. نجيب لقوز، فينا نجيب مليفه، فينا نجيب فيليه دوبار، فينا نجيب دجاج، بدنا اياه حسب نحن شو قادرين. اوكي. هلا انا رح حطيت فيليت، انا عندي مليفه كمان حبوب صغار، هلا برجع بحطهم بالفرن بعد شوي لقلهم كيف بدي اشتغل فيهم، بس اول شيء رح فوت هول لان بدهم وقت اكثر. رح احطهم وارجع اعمل صوص على جنب، حطهم بس يسوي السمك يا اخلطهم مع الصوص يا حط الصوص على علي سوري فوق الفيليه. رح حطيت انا حامض، رح احط شويه زيت عليهم. رح اقعد لك هنا شيف هون على جنب. اوكي اذا عزتك. ايه اكيد. حطينا السمك بصينيه، حطينا حامض عليهم شوية زيت زيتون، بدي احط ملح وبهار. فينا نحط بهار ابيض او بهار اسود ما في مشكلة. هلا فينا نغطيهم، رح احط كمان معهم سوري ورقة غار، ورقة غار. فينا نغطيها بورق زبدة الومنيوم فوقها فوتها فرن، في خليها اسرع هيك حسب حرارة الفرن. إذا غطيتها بورق زبدة مع الومنيوم بتستوي
أسرع. أسرع بتصير جوسي كمان بدل جوسي ما بتنشف لأنه الهواء مش عم بيضربها مباشرة تبع المروحة الموجودة بالفرن بصير على البخار كمان تستوي بتعطي طعمة طيبة فينا نحطها بهالطريقة أنا رح أحطها هلأ بلا ألمنيوم رح أحطها بهالطريقة على حرارة 185 تقريبا بدها لأن سميك شوي الفيليه بدها شيء 20 دقيقة هلأ نرجع نقول مثل دايما حسب حرارة الفرن وقدي بيحفظ حرارة عنا أهم شيء ما بدنا الوجه ينشف ما بدنا السمك يطلع محروق من ميل مطبوخ كتير من ميل ناشف نحن هلأ كل شوي نقعد نشيك عليهم على السمكة حتى ما تحترق معنا هون بالطنجرة حطيت شوية زيت زيت زيتون شو بدنا نقلب الطنجرة شيف؟ هلأ بدي بلش حضر صوص سمكة حرة لأعمل صوص سمكة حرة مثل ما قلنا بدنا نبلش نقلي الخضرة ونخلط الطحينة على جنب رح بلش أول شيء هاي الطحينة حاطين هون أنا تقريباً 400 جرام طحينة لوحدهم رح زيد عليهم عصير ليمون أورينج جوس تقريباً عندي 250 جرام كل الموجودين رح بلش حرك الطحينة مع عصير الليمون هلأ عم بخلط المزيج الأساسي وبنفس الوقت بدي بلش قلي هون الخضرة هلأ رح حط هون بهالوقت بنكون عم نستفيد من الوقت بصل جوانح حطيت البصل هون أكيد ما بدي النار تكون كتير قوية لأن ما بدي أحرقهم بدي أدبلهم تدبيل حطيت البصل الجوانح ليدبل عندي الثوم رح أفرمه ناعم بس يدبل شوي البصل رح زيد الثوم يلي عم أفرمه هلأ شاف لفتني انه زدت فوق الطحينه عصير ليمون يس بيعطيها يعني نكهه غير رح بيعطيها طعم الاسيد اللي فيه السويتنس اللي فيه كثير منيح وكثير طيب لإلها هلا اخر شيء اكيد رح ندوق تقولي لي شو رايك بتحسي بكثير طعمات من عصير ليمون سوري لا فيها جريب فروت كمان هلا هون عم نقلي مثل ما قلنا بس تدبل بصل شوي نزيد الثوم يلي فرمته بهالوقت هون حطيت طحينة مع عصير ليمون رح حركهم شوي شوي لياخذوا بعضهم برجع بزيد له عندي هون عصير حامض وعندي هيدا جريب فروت الجريب فروت كمان رح زيده فوقه كل هودي اللي عم بخلطهم على جنب لبس تخلص تصير عندي الآلية تبلش تجهز بتزيدهم فوقه يعني هلا بدي اقلي البصل، الثوم، الفلافل، البندوره والكزبره اخر شيء بحط الكزبره بعد ما بطبخها مزبوط حتى ما يغير لونها للكزبره كل شيء اخضر فريش بقدونس حبق كزبره اذا عم بطبخ شيء بدي اخذ طعمته بفضل حطه بالاخر ضل محافظ على لونه وعلى شكله لان اذا حطيته قبل على الطبخ وعلى الغليان ما عاد ببينه وبصير لونه اسود هلا مثل ما شايفين بلشت الطحينة تشد معنا أكيد لأنه حطينا أسيد رح زد له الحامض حركها أكيد شوي شوي رح زيد هون كمان بهالوقت ثوم كمان بنحرك رح نعلي الحرارة شوي لأنه ما بدي الثوم يغير لونه إذا حرارة واطية رح ضل حرك هودي لياخذوا بعضهم على الآخر إذا بتلاحظي ما حطيت ملح هلا بحط الملح بس قلي الخضرة حط الطحينة آخر شيء لأطبخها قلي بزيد لها ملح وبهار إذا كان ناقصها ملح إيه أكيد ما حطيت فيها ملح هون بلشنا نقلي شوي رح زيد فلافل الحمراء مثل ما قلت أنا زيد فلافل حمراء لأنه ما حطيت صفرة فلافل الخضراء الفلافل الحمراء والخضراء والصفرة
غير انه بيعطونا لون حلو وهيك، كل وحده طعمتها بتفرق عن الثانيه بشيء بسيط. مزبوط. ايه فمشان هيك نحن بنحط ثلاث الوان للون الحلو اللي بيعطيه وكمان للطعمه اللي بتفرق بين وحده ووحده اللي هو بسيط الفقلت. ف هو بدنا ننتبه له. هلا في حدا اللي ما لقيت مثل انا ما لقيت اصفر حطيت احمر ما بيأثر. بس اذا لقيت فيهم يحطوا كمان فرد نوع اذا ما لقيت صحيح صحيح احمر او اصفر مش فيهم يحطوا نوع واحد اكيد 100%. عندي هون حر اخضر. هلا اذا ما لقينا حر اخضر بدنا نحط حر احمر، ما نكتر كثير لان حر احمر كثير حر اكثر من هيدا حتى ما تطلع معنا حره وما نقدر ناكلها. هودي اخضر رح احطهم كمان بس هوات ما بنلاقي بنحط احمر او بيكون عندنا بالبيت احمر بتطلع حره كثير اذا نفس الكميه. لا هي اسمها سمكه حره شف بس شكلها كثير اليوم رح تكون حره. لا لا هي اسمها سمكه حره اكيد بدها تكون حره بس ما بدنا اياها حره كثير بدنا نقدر ناكلها. مع انه انا بحب الحر يعني ما عندي مشكله. اكيد لا هي حره حتكون اكيد بس ما بدنا كثير اخشي تطلع حره ما نقدر ناكلها ونقول كترنا الحر. هلا هون لكن حطينا بصل، الثوم، الفلافله والحر. بيبقى عندنا بندوره هلا بحطها بعد شوي بس لتدبل وعندي رب البندوره. اكيد رح احط فيها رب البندوره وبنطبخه لرب البندوره مثل العاده بطنجره ليصير مثل شوي يعمل كراميل. يعني بيطلع لونه بالاخر شوي احمر؟ مش احمر ايش مايل عن حر لان فيها رب فيها بندوره. اكيد مش رح تطلع على لون الطحينه. ايه هلا فينا نسكبها بكذا طريقه وفينا نعملها بكذا طريقه. هلا بالاخر بنشوف كيف رح نسكب الصحن. اكيد طريقه مهضومه. هول الطحينه صاروا جاهزين معنا. هلا رح زيد البندوره اللي عندي. يعني ريحه الفلافله طاغيه يا شيف. ايه هو الفلافله كمان ريحته قويه. رح نحط رب البندوره هلا. انا لانه ما بدي كمان الخضره خليها كثير لتصير اوفر كوك يعني تستوي معنا كثير بتصير ما تبين بالطبخه. بدي لانه اوريدي برجع احط طحينه لاطبخها بفضل شوي تضل هون قاسي شوي بس اطبخها ترجع تستوي بس ما تهتري معنا لان بدي اياها كمان انا عم باكل شكلها كمان تكون استوت بس ما تضل مبينه مش اخر شيء تصير بيوريه. هودي كمان لازم انتبه لهم. هلا رح حرك لرب البندوره والبندوره مع الخضره ياخذوا بعضهم كلهم والمي اللي عم بتكبها الخضره تنشف معنا. لانه اكيد الخضره مع البصل بتكب شويه مي. هلا البخار اللي عم يتبخر منها هي مي الخضره اللي عم بتكب. هلا نار قويه عليها كثير منيح. هيدي البخار بتتبخر لانه ما بدي انا يكون فيها مي وما بدي اسلق. اهم شيء ما اكون عم بطبخ وعم بسلق الخضره سلق. يعني بس نشف المي هون بيعرفوا انه لازم يطفوا النار تحت. ليك هلا كيف هي على الكاميرا كثير منيحه بس بعد بدي شوي قليها لخلي الرب ياخذ اكثر وحسوا انه استوى كمان معي للرب. يعني بهالطريقه عم بطبخ انا رب البندوره والخضره اللي حطيتهم. هلا فينا ما نحط لها رب بس الرب بيعطيها طعمه كمان طيبه كثير. يعني كل شيء بنحطه بس بحيلا صوص او بحيلا طبخه ما بنكون عم نحطه بس لنحط حيلا مكون، بنكون عم نحط شيء بنستفيد منه او له افاده بهالطبخه. بيعطيها هيك نكهه اضافيه. صحيح، يعني انا بقول قبل مره اذا في شيء واحد ما بيحبه في خففه في شيله بس ما فينا نلغي القصص الاساسيه لانه ساعتها بنغير روسات نعمل غير شيء. هودي كمان فينا ننتبه له. مشان هيك لازم يفوتوا يرجعوا يشوفوا المكونات على ان كان على البيج تبعك او على مواقع التواصل التابعه للال بي سي اي كرمال ما ينقصوا ولا شيء. هيدي الخضره صارت جاهزه كلها دبليت اكيد ما اهتريت اذا بين معنا على الكاميرا كلهم بعدهم ماسكين. يعني الفلافله بعدها مثل ما هي مش انه فلافله صارت بيوريه بعدهم شقف. هيدا اللي بدي اياه. هلا رح كفي طبخه. شو حلو لونهم مع بعض. ايه اكيد لطيف اصلا بيطلع احلى كمان. هلا عندي كزبره يابسه رح احط كزبره يابسه شوي رح ارجع زيد هلا للطحينه.
بس حط الطحينه بضل حركه للسمكه حره، وبدي احطها على نار خفيفه. بس حط طحينه لازم ضل حركها، حطها على نار خفيفه حتى ما تلزق معنا، واطبخها على الريق حتى ما هلا الطحينه فيها زيت. بس اطبخها كثير واعرف انها خلصت، بده يطلع الزيت على وجه الطحينه لاعرف انه انطبخت، استوى الطحينه كلها صارت خالصه. فمشان هيك بدها شويه وقت، بس لازم حطها على نار خفيفه حتى ما اخر شيء تلزق، بتلزق بالكعب او هي او الخضره او تكب زيتها بسرعه. مش هيك؟ بطبخها شوي لتستوي، لتستوي الخضره والطحينه تستوي معنا مع ضل اني حركها. هلا اذا لقيتها شدت كثير فيي زد لها شويه مي او ستوك، فضل زد لها مي لخليها تصير رخوه لتاخذ بعضها اكثر اكثر. هلا انا رح ضل محركها، حطيناها على نار خفيفه، هلا بنشوف بعد شوي بنزيد لها شويه مي بنحركها مزبوط بس تكون اخذت هيدي بعضها. الكزبره الموجوده عندي الخضراء خليها للاخر بس تستوي، كب بقلبها هالكميه الكزبره، وبس كب كميه الكزبره بقلبها بحركها وبسكب منها هيك بنضل، لان هي بدها كميه كزبره، يعني هودي كلهم كزبره الموجوده عندي بدي احطهم بقلبها. فبس تخلص بحس فيها كميه كزبره، بس هي بيلبق لها هالقد الكزبره بيعطيها طعمه كثير طيبه. هلا رح نشيك على السمك، اكيد بعد بده. هلا عندي انا مليفه مثل ما كنت قايل من شوي، جايب معي سمك فريش. لشو هول السمك الفريش؟ انا شفتهم بس ما بدي اسالك. فينا نستعمل سمك مثل ما كنت انا عم بقول قبل، وفينا نستعمل طازه، هو اكيد اطيب طازه. انا جبت سمكه فيليه سحبتها حطيتها بالفرن لاسكبها بجاط وصوص فوقها وزينها. وفي عندي هودي اذا بدي مش اتسلى، اذا بدي اسكب صحن هيك مهضوم، رح لكم شو رح نعمل هلا. رح احطهم على هي الصينيه. هلا انا عندي هلا برجع بكفيهم جوا. رح ملح كمان بدك تشويهم؟ ايه بس هلا بدي لفهم قبل ما اشويهم. اوكي. من هون بنلحتهم، فيي احط لهم برج حامض، فيي احط لهم حامض، فيي احط لهم ورق غار مثل هوديك، وفيي هلا هي اعمل لها سلايس حامض وحط عليها لفوتها على الفرن، ما في مشكله. انا هو شايل حسك منهم، رح لفهم هيك بس لنعطي شكل او لنسكب الصحن مثل ما نحن بدنا. لفينا اول وحده، بدي اسكبهم بلفهم بهالطريقه بياخذوا معنا شوي بس انه ما في مشكله، وبسكبهم على السمكه حره اذا عملتهم هيك اذا بتلاحظي كيف برمتها. هلا بطبخها بالفرن بدها 6 دقائق لانه حبتها صغيره وفيات صغار، 6 دقائق بكون خالصه. فينا نطبخها ببخار، فينا نطبخها بفرن عادي بدون ما نغطيها. بنحط لها شويه زيت زيتون هلا على الوجه ونفوتهم على الفرن، بدهم 6 دقائق. في اعمل بهالطريقه وفي اعمل فيليات، وفينا نشويهم بدون ما نعملهم هيك ونتعذب فيهم، بس انه اذا واحد عم يشتغل وعباله يعني شكلهم بيطلع احلى اصلا. أكيد. شايف انه ملفوفين، لكن انا شايف بالوقت يلي رح ننطر السمكه انها تستوي وكمان الصوص يلي عم تحضرها، رح نروح هلا لعند ساندرا لشوف وين اختتنا. لكن مشاهدينا محل ما تركناكم حطينا قليه البصل واللحم والثوم والفلافله والحار بندوره رب البندوره، قليناهم شوي، حطينا طحينه يلي اخلطناها مع عصير ليمون، عصير حامض، وعصير جريب فروت، رجعنا زدناها هون. هلا انا رجعت حطيت لها ملح وبهار بس، مبدئيا صارت خالصه، استوت الصوص معنا، الزيت اذا مبين معنا كيف هو طلع على الوجه فينا نخليها اكثر شوي، بس هي هيك كافيه لتستوي كلها سوا. الخضره اكيد استويت، رح زد لها مثل ما قلت لكم هلا الكزبره الخضراء كل الكميه. رح نحركها ونحطها على جنب، سمكه حره فينا ناكلها بارده وفينا ناكلها سخنه اكيد. الريحه اكيد ما بده مين يحكي، بتعقب.
هيدي لكان الصوص معنا بتكون جاهزة خالصة، رح حطها على جنب لنخلص السمك على الآخر ونرجع نسكبه. هلا السمك اللي كنت عم بلفهم أنا قبل لفيت اثنين كفيتهم عملت هودي بهالطريقة، بدي أحط لهم شوي، أنا ملحت وبهرت بقلبهم، رح أحط شوية زيت زيتون عليهم، فوتهم على الفرن سوري بدي أحطهم على حرارة 180 أو 175 بدها تكون شوي واطية، ما بدي أحطهم على حرارة عالية بهذا الفرن وهواء، لأنه بدي يستوي السمك على حرارة واطية بدون ما تحترق أو يغير لون السمكة من برا أو تنشف معي، لحافظ عليها وخليها تطلع بأحلى شكل بالصحن. رح أحطهم بالفرن، أنا حطيت الفرن هون على 175. مبدئياً بدهم تقريباً 7 دقايق ماكسيموم، حطيت الفرن على 175، ما حطيته على 200 حتى ما يعطيني حرارة كثير قوية تغير لون القشرة تبع السمك أو تصير لونها مايل لبني، بدي إياها تستوي ضل نفس اللون تقريباً، أو بدي اضطر حطها بخار إذا عندي فرن بخار، حطها بخار ضل محافظ على نفس اللون تستوي السمكة وبيطلع لحمتها بيضة. هلأ شغلة لنعرف السمك إذا طازة أو مش طازة، في عدة عوامل وعدة قصص فينا نعرفها. أول شيء بنطلع بالخراشيم الموجودين بالرقبة، لازم يكون لونه مايل للأحمر أو الزهر، يكون بنعرف ساعتها إنه السمك طازة. وعندنا بنمسك السمكة بنحط بصمة، بنحط إصبعنا على السمكة هيك، إذا محل ما حطينا إصبعنا مش الحال نزلت إيدنا ورجعت طلعت بيكون سمك طازة، إذا ضلت معلقة وشوي شوي طلعت بيكون عمر السمك مبدئيا يومين أو ثلاثة، وإذا ضلت كتير واطية ما رجعت طلعت محلها بيكون السمك يا مجلد، في طريقتين، يا بيكون السمك مجلد وحالل أو السمك مغسلينه مزبطينه أو عمره أكثر من 5 أيام وحطينه على تلاجة ومزبطينه، أو بده يكون مجلد ورجعين هن مغسلينه وحلينه وحطينه على براد تلج. بس هو عدة عوامل، وبدها اللحمة تكون دايما قاسية ما بدها تكون طرية، وإذا أنا عم نظف لحمة الفيليه جوا بدها تكون فيليه سمك شقفي وحده ما بدها تكون عم تفتفت معنا، اذا عم تفتفت كمان السمك بيكون مش طازه. هودي بس للمعلومات. هلا بهالوقت رح نبلش نحضر فريش كراب سلاد. فريش كراب سلاد هو هيدا الكراب، في منه فريش في منه صار بيجي تنك بس بهودي الحجم، وفي منه بيكون اصغر، وفي منه بيجي اصابع نحن بنفقيه، وفي منه كراب كمان نحن بنفقيه. هلا هودي بيجوا تنك، هيدي اللي جايبينها هاليوم بس فريش من اللون. رح نخلط، انا رح اعملها مع مانجا واناناس وافوكا. رح اخلط الكراب اول قسم ياخذ نص كميه، حط له عصير حامض شوي مع شوية زيت زيتون، بدي أعطيهم طعمة غير الطعمة هني فيهم هني في اللي هي فيهم، يعني أنا باكلها هيك فيها طعمة كراب أكيد، بدي أعطيها طعمة أقوى، طعمة أسيد، طعمة زيت، بس ما بدي ضيع طعمة الكراب. بطلع حط شوية بهار، شوية ملح، لحركهم لياخذوا بعضهم الزيت زيتون مع الحامض، واتركهم على جنب بس ليطعموا كأني عم بنقعهم بهذا الزيت والحامض لاخذ الطعمه اللي انا بدي اياها منه. بهالوقت عندي افوكا، رح احط الافوكا كمان، افوكا اوكي طيب بس كمان بده طعمه، او كل الاكله ما فيها لا ملح ولا بهار ويكون ما فيها طعمه. رح طعم كل شيء بنستعمله لازم يكون له طعمه. الافوكا كمان رح احط له شويه عصير حامض، اول شيء العصير حامض الاسيد اللي فيه بخلي الافوكا لونه اخضر، بحافظ على لون الافوكا وبعطيه طعم زياده، كمان ملح وبهار، رح احط كمان زيت زيتون، كل هودي عم بعملهم. بالافوكا الحامض بخلي الافوكا اخضر، بحافظ على لونه، وبنفس الوقت بعطيه كمان طعمه مع شويه زيت زيتون، اكيد ما بنكتر. بيبقى عندي المانجا الأناناس، يا بخلط المانجا والأناناس مع الكراب أو بخلطهم مع الأفوكا، أو بخلط هول الاثنين مع بعضهم وبحطهم أفوكا مانجا وأناناس الكراب فوق. أنا
تما نعمل كثير ويطلع سميك معنا حنخلط نص المانجا هون. مانجا اوقات بتكون حلوه او اوقات بتكون شوي فيها اسيد، اوقات بتكون فيها جبنه، نقي نوع مانجا اذا حلو زد له شويه حامض حتى ما تطلع عنا الكراب هي كثير حلوه بفكرها سلاد فروي. مش هيك وما بدنا نكتر كثير فواكه لما نضيع طعمه يلي انا بدي اياها. حطيت اناناس ومانجا مع الافوكا حرجع زد لهم شويه عصير حامض. بهالطريقه بكون انا خلطت هودي هون الكراب انا نقعته بالحامض والزيت، ما بقى عندي الا الفريز اللي بدي زين فيه الوجه، عندي الخس انا بدي زين فيه الوجه، وهودي في ارجع زيدهم هون اذا لقيت انا بدي قوي طعمه الفواكه فيها، في خليها مثل ما هي. هلا انا بس اسكب الصحن بالملح الثاني برجع بنفسر وانصرنا بهودي. هلا رح بس شيك على السمك شوف شو وضعه. هلا السمك بعد بده دقيقتين بيخلص، اهم شيء السمك اللي عم بعمله تضل حبه السمك واقفه، تضل مثل ما هي، ما بدي اياها مثل ما قلت تنشف كثير، وما بدي اياها تضل نيه لاقدر اخذ احسن نوعيه واحسن طعمه من السمك. يا بدي اطبخه بخار يا بدخله على حراره واطيه ليستوي معي السمك وتضل لحمته بيضاء ما يصير بني وما يصير القشره مغيره. وهيدي مثل ما قلنا خالصه معنا، اذا سكبت هي بالصحن وحافظت على لون السمك وعلى طعم السمك بيطلع عندي سمكه حره بتاخذ العقل. بيبقى عندي اللوز انا مثل ما قلت اليون يا بحط شوي بقلبهم وشوي على الوجه، انا رح احط شوي بقلبهم كمان ليطعموا وبزين بالبقيه شوي على الوجه. هلا لنرجع نعيد لكن هي السلاد كراب بهول المكونات صار جاهزه معنا، فينا نخفف فواكه وفينا نخليها مثل ما هي، والبقيوا معنا يا بنحطهم على الوجه يا بنزين فيهم. سمكه حره جاهزه، السمك جاهز، ما علينا الا نسكب الصحن. اذا عملنا هي الريسيت وجهزنا كل المكونات بيبقى علينا بس نسكب الصحن. لهلا رح نروح بريك قصير وبنرجع معكم لنرجع نسكب الصحن وندوق. وصلنا مشاهدينا لاخر فقره من برنامجنا، مثل هالوقت نحن بنكون صرنا بالمطبخ، يعني انا وساندرا اليوم صرنا الى جانب الشيف حنا لنشوف كيف بده يزين لنا البلا النهائي. بنرجع بنذكر انه هو عملنا سمكه حره وسلاد كراب. هلا رح زين، صحيح رح زين لك صحن مثل ما قالت لي ساندرا. يلا شو قلت لك انا مش عم بتذكر. رح نسكب اول شيء السلاد بهالوقت السمك بالفرن عم سخنه هو خالص، بنسخن هي شوي كمان. يعني طلعت شوي الصوص جامده فينا رخيها نحط لها شويه مي. هلا هيك بتأثر؟ منيحه لا هيك بدنا اياها انا بريزنتاسيون. لا هيك لازم تكون هي. فينا نحط لها شويه مي من رخيها. رح نسكب السلاد. شف حنا على طول هيك بيتفنن بسكبات البلايات بيطلعوا ليش حسيته يعني بده اياني ساعده احط القدام بس على الدبق ليبين شو عم بعمل بس. اوكي رح اوقف انا ثاني معي حدا عن يبدا. اليوم الالوان ماتشي يعني الوان الاكل ماتشنج انا وياك مع الاكل. رح نعمل هلا سلاد كراب. حطينا افوكا مع حامض وزيت زيتون ملح وبهار ومانجا واناناس. هي السلطه المفضله عند انيتا. مزبوط رح تصير هلا من بعد ما تدوقيها رح تصير كمان المفضله عندي ما عندها شك. رح نسكب لكم صحن واحد هيك بتدوقوا تعملوا شيري. نحن بس ما حتكون ما حتكون ممنونه من هيدا القرار اللي اخذته هلا انت شايف حنا. يلا رجع بيرجع بحب اللي يمكن انت ما تحبي. لا انا ما في شيء انت بتعمله ما بحبه انت بتعرف. هيدا كراب فريش هيدا كراب فريق رح نحطهم بهالطريقه. حطينا مثل ما قلنا تحت اكيد حطينا له كمان زيت زيتون وحامض لنطعم كل الاكل يعني كمان ليصير في طعمه حتى مش انه ناكل شيء بلا طعمه وملح وبهار بهالطريقة بس ليهدوا على بعض. شو رأيك؟ لهلا لهلا أنا ناطرة يعني لهلا وروعة ناطرين وساكتين نحن. بحب أتفرج هيك وقت بنحضر الأكل عن جد. رح نحط فريز نحط خس نقطع بسكين. نحن
نحن اذا بدك نساعدك بشيء نحن انيتا جاهزة. انا وساندرا جاهزة. لا شو رايكم هلا؟ الكراب ما بيحب السمك مش حيحبها، واللي بيحب اكيد ما يحب السمك. فينا نحط ساندرا بتحب السمك او كل شيء سمك بحبه انا كمان، ودجاج لحمه لا انا عكسك باللحمه والسمك. انا عم بسكون بهالطريقه، فينا ما نحط خس، فينا نحط شيء خس ملون، فينا نحطهم بغير طريقه، بس هودي كانوا موجودين عندنا بالبراد. إلك قلب تنزعي للطبق وتاكلي منه؟ صراحة إيه. صراحة إيه، لأنه بتستاهل. رح زينها بشوي تريز. بس نحط لون بغير اوقات الصحن، اذا نحط احمر اخضر، خصوصا الاخضر والاحمر عن جد بغيروا لون البلاك اللو ساندرا والاصفر. اليوم الالوان طاغيه على الاستوديو. هلا بدك تشيل هاي الحديده؟ ايه نشيلها هلا. ايوه شو حلو. لك انا هون عامل هلا من شوي عملتهم حامض زيت مطار ملح وبهار زي بينه ماشي، حطيت شوية حامض مع زيت نباتي ومطار وملح وبهار. كيف بدك تحط نقط هلا شوي؟ ايه بس نطعمها كمان. بعرف انا صرت اعرف هيدا اليساندرا. هيدا الطبق الاول رح نسكب هلا، رح نشيل هودي هلا بنرجع اذا بدنا نسكب صحن ثاني. رح نسكب السمكة الحرة هلا اجى وقت البلاش عندنا. رح نسكب السمكة حرة. بدك انقل السلاد لهونيك او فينا حتى بس زي ما انا هودي نشيله من هون. رح نشيل السمك من الفرن. ساندرا احضروا لي قد ايه هالقد مبسوطة مشاهدينا. أنا؟ إيه خليني لأن طالعة على الجنوب هيك شوف أهلي كل جمعة عم تشوف ضحكتها. بس أنا مش عارفة إذا بدي آكل من أكلات شاف حنا أو أكلات ماما اليوم. يلا بالنص بدوقي. نعمل إكليبر شوي هلا. هون رح نسكب بهيدي صوص السمكة حرة. برجع بقول فينا نسكب بالطريقة اللي بدنا إياها. شنو؟ حلو واحد يعمل صحن ينبسط شكله هو عم ياكل. انا هلا انتبهت هول كيف معمولين، انا كنت عم شوف من هونيك بس ما قدرت شوف شكلهم. وقال الشيف انه فيهم يعملوهم حتى يتركوهم هيك ترانشات ما بيأثر. ايه اكيد لانه واحد رح يزبطوا مع الكل. السمك بيفرط شيء اذا لفيناه بطريقه خاطئه او لا؟ لا بيفرط. حتى فيهم ياكلوها مع القشره هيك شاف بهذه الطريقه. ايه بس السمك صغير فينا تاكلوه. دنب طيب اصلا بيبقى محمص وكمان يعني فيك تاكليها كلها. هلا اذا عندنا شيء اخضر بقدونس كزبره فينا نحط على وجهها كمان بالبقله. عسل اخضر عن جد بس مش مقبول الكزبره قد ايه بتلبق مع السمك. كمان هيدي فينا نحط الحبات فينا نعملها بهالطريقه نخلي الساحن من هون، يعني فينا نسكب بالطريقه اللي بدنا اياها. هيدا كمان يعني بدي احسكم بعد انا عامل فيليات. شوفوا قد ايه حلو. حلو كثير. خلينا نحطه هون احسن ما يوقع. انا عندي هون سمك شويتهم اول شيء كمان لنسكون فينا نسكون بالطريقه اللي بدنا اياها. فينا نحطهم بصحن ونحط صوص فوقهم. نفس نكهه السمك الملفوفين. هيدا ايه بس هم مسحبين فيليات. وهيدا اكيد ما فيها حسك ولا شيء. هي ما في وهديك ما فيها حسك، انا شايل حسك من هديك اكيد. حسك اوكي. الاثنين ما فيهم حسك. هيدي نشفت شوي معنا. شو رايك نروح؟ يلا. شاف حنا نحن رح نروح نطلع هونيك. هلا بندوق الاثنين، بتقولوا لي اي سمك اطيب. اخترنا كثير سمك هون.
هلا هيدا اللي عم نعمله هلا اقل شغل من هيداك السمك بياخذ. يعني فينا نجيب فيليات يعني سمك طازه بنقول له يعطينا هني بس فيليات بس. انت ما بتحبذ كثير استخدام الفيليه المثلج؟ لا هيدا مش مثلج. هيدا طازة. هذا سمك طازة جايبهم أنا فيليات مسحبهم أنا. يعني حتى ما أنا شفت لأنه كنت قريبة من الشيف أول ما بلش لونه عن جد بشهي كان. كمان برجع بقول فينا نحطهم بالطريقة اللي بدنا إياها. هلا هون انا حطيت السمك من تحت وحطيت على الوجه صوص سمكه حره نفس الشيء بدي احط البيت فينا احط لوز صنوبر كاجو فستق حلبي كله فينا احطه على الوجه ما في مشكله. هودي لوز انا اليون قبل كمان كمان فينا احط لها كزبره بقدونس شيء اخضر بيعطيها شكل احلى. تفضل شو رايكم انتم اي بتختاروا اذا بدنا نشتغل انا هيك او هيك هيك هيدي ما لي قلب انزعها على الهواء ناكل من هي ايه بس بدنا ندوق السلطه بالاول صراحه كرمال انيتا انا يعني مش كرمال بتعرف اسكب لك لا بدنا نصورهم تليفونك في تليفوني كمان هون كذا حدا عبر. لا شنو هدي تفضلي اقرب لإلي. شو رايك هلا بالشكل قبل ما ندوق؟ نحن دائما بنقول لازم نشوف الشكل كيف بيكون، يعني اول شيء بنشم ريحه حلوه، شكل حلو، بنرجع بندوق الطعمه. انت بتعرف شو رايي بالشكل على طول والزينه والبرزنتاسيون كلهم توب اذا بدنا نقول عن جد بعقد. انا ما تفكرنا انه كثير بعرف صور يعني. اذا بدك اعطيني بصورها ايه. من الانجل. وهو يسكب لنا بهالوقت. يلا بدي هيك اسكب لكم اول شيء السلاد. ماشي الحال. لا سلاد صورتها لحالها بس وليك ما كنت عارف. ميرسي. مش رح اكل عند امي اليوم. بلا نحن عم نذوقك هلا. تفضل يا انيتا. انيتا ما رح توقع قبلك. تفضل شيف افتكر صورنا كثير ميرسي. هلا اذا بده حدا حامض زياده فينا نحط اكيد فينا ندوق. يلا انا بدوق شوي. انا هذه السلاد هي المفضله عندي كثير طيبه. ميرسي شيف يعطيك الف عافيه. هلا على فكره رهف اذا شفتنا بدها تزعل. عندك مره قالت ايمن بنعمل هي السلاد نرجع نحن بنعمل لها السلاد لرهف وزعينك. يعني نحن خلينا نختم نرجع ناكل هيك نتغدى مع شيف فريق العمل على رواق. مشاهدينا وقت حلقتنا انتهى. اكيد انا بدي اتمنى يكون نهايه اسبوع ممتعه. كل يوم هيك بنقول لمشاهدينا بنهايه الحلقه هربوا من الشوب وطلعوا على الجبل مثل ما انا رح اعمل اليوم. هربانه من الشوبات انتبهوا على حالكم وشو كمان انا وانتبهوا من الشمس اكيد. ونحن بنتمنى انه تكونوا قضيتوا حلقه كثير حلوه وممتعه معنا. نحن ما بنشوفكم بكره وانما بنشوفكم تنين اكيد. باي باي, باي. باي.